مساء الخير يا علي. مساء النور. ايه يا ابني؟ هدى قالت لي ان انت سالت عليا كذا مره. اتخضيت. قلت اجي واشوف ايه الحكايه. في ايه؟ لا. مالك يا ابني في ايه؟ متنح كده ليه؟ ما تفهمني ايه اللي حصل بالظبط. انت مش حاسس انك مزعلني في حاجه يا باسم؟ انا؟ اطلاقا. بعدين لو كنت زعلتك في حاجه قول لي يا اخي. هقول لك ايه يا باسم؟ لا. في ايه يا ابني؟ مالك متغير كده؟ ما تفهمني ايه اللي حصل بالظبط. طب تعال نخش نقعد جوه عشان نعرف نتكلم براحتنا من غير ما حد يسمعنا. حاضر يا سيدي. دي دخلت جوه اهو عشان نتكلم براحتنا وما حدش يسمعنا. في ايه؟ وايه بقى حكايه الاثنين الستات اللي جم عندي وسالوا عليك دول؟ عايزين ايه بالظبط؟ كويس ان انت اللي مسكت اول الخيط. خيط ايه يا ابني وحبل ايه؟ ما تتكلم عادي يا ابني. في ايه؟ قصر بقى، انا اتخلقت منك قصر. عرفت منين موضوع اللي جم سالوا عليا عندك دول يا باسم؟ من هدى برضو؟ اه طبعا من هدى. امال هيكون من مين يعني؟ اللي سالوا عليا دول سهى ومنال يا باسم. منال؟ اه منال. جات لي وكانت في حاله وحشه قوي، وكان باين عليها انها معيطه. ما كانتش منال اللي انا اعرفها، كانت واحده تانيه خالص. ليه تعمل كده؟ ليه تعيط وتعمل في نفسها الحاجات الغريبه دي ليه؟ تسالني انا؟ اسال روحك، انت ادرى. اكيد عارف ايه اللي مزعلها. والله يا عادل انا ما اعرفش اي حاجه من اللي بتتكلم عنها دي خالص. انت عملت ايه في منال يا باسم؟ ايه يا عم؟ في ايه؟ هكون عملت فيها ايه؟ ما عملتش فيها حاجه خالص طبعا. مش عارف، بس الوضع كده مش طبيعي. وبعدين ايه حكايه البنسيون اللي انتوا بتتقابلوا فيه ده؟ ها؟ بنسيون ايه يا راجل؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلامي، ده كلام منال. منال؟ منال اللي قالت لك ان احنا بنتقابل في بنسيون؟ ايوه، وانت عارف ان انا مش بألف وان دي حقيقه، وكمان سايبه لك خبر انك تقابلها بكره هناك. اه البت دي مجنونه وطاقه، هي قصدها على الكافيتيريا اللي فوقيها البنسيون. مش ممكن بجد، والله مجنون. البت دي هتجيب لي نفسها شبهه على الفاضي. ماشي، انا هعمل نفسي ان انا اقتنعت بالكلام بتاعك ده يا باسم، بس لازم تروح لها بكره البنسيون عشان واضح انها في مشكله خطيره قوي. ادي النيله تاني هتقولي بنسيون يا ابني؟ فهمني بقى يا باسم. اسمعني كويس، انا واثق ومتاكد ان في كلام تاني غير اللي انت بتقوله ده. يا راجل كلام تاني ايه وتالت ايه وبتاع ايه؟ تجننت؟ معقوله برضه عدوله؟ معقوله يا عم انت انا هخبي عنك حاجه؟ لا يا باسم، بقيت بتخبي يا ابني. افهم، البنت منال دي بنت طاقه مجنونه، صوامين مخها مفكوكه وعايزه تتربط. ما تقلش باصلك مع منال يا باسم، ارجوك، احنا عندنا ولايه. ماشي يا عم الولايه، بس يا ريت بقى تسيبني اروح عشان اتعشى مع امي واختي، لانهم ما تعشوش. انا اصلي سبتهم وجيت لك جري عشان اشوف المصيبه اللي عندك دي. يا ريت يا باسم تحط امك واختك في حسبتك وانت بتتعامل مع منال، ها؟ وخليك فاكر كويس قوي انها وليه وهم ولايه. ماشي ماشي يا عم، بس يا ريت بقى انت كمان تشيل من مخك الكلام الفارغ ده. وانا اوعدك ان انا هسيب منال وهخليها تنساني في اقرب وقت ممكن عشان سعادتك تطمن. من غير غدر يا باسم. من غير غدر عادي. سلام يا صاحبي.